السلام عليكم حبيبتي، واهلا بكم في القناة. الكيفية تاع اليوم هي فطائر بالجبن من اروع ما يكون. توجديهم خصوصا مع بداية البرد، تحطيهم مع السوب، مع حريرة، مع الشوربة، ولا مع اي نوع من انواع الحساء. بزاف خفاف وبنان، اكيد راح يعجبوك لو كانت تجربيهم. وتبعي معايا لا فيديو تشوفي تفاصيل تحضير هذه الكيفية. مشاهدة ممتعة للجميع. وهذا هو القوام المطلوب، وهذه هي العجينة اللي نتحصلوا عليها، تكون طرية وما تلصقش في اليد. نحط العجينة في إناء، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمر مدة نصف ساعة. وهذه هي العجينة تاعي بعد نصف ساعة، نحطها فوق لو بلون دو ترافاي ونشكل منها كويرات صغار. وهادو هما الكرات اللي نشكلهم كيما تاع المسمن، نديرهم في ان بلا يكون مرشوش بالفارينة وراح نخليهم على جهة. وهادو هما الكرات اللي تحصلت عليهم، نغطيهم بالمنديل تاع المطبخ ونخليهم على جهة باش ما ينشفوليش. ونبدأ في التشكيل تاع الفطائر. نرش شوية تاع الفارينة فوق لو بلون دو ترافاي، نحط الكرة تاع العجين ونحلها بالحلال الشكل الطولي كيما راكم تشوفوا. ونتحصل على هذا الشكل. نجيب القطعة تاع البيتزا ولا نجيب موس وندير خطوط بلا ما نوصل للحواف. وعندي هنا شوية تاع الجبن المبشور، ندير شوية في الوسط ومن بعد نغلق بهذا الشكل. وهذا هو شكل الفطيرة اللي نتحصلوا عليها. نكمل مع باقي الكرات ونحطهم في صينية تكون مغطاة بورق الطهي. وبعد ما كملت تشكيل الفطائر، نجيب صفار البيض، زدت له شوية تاع القهوة فقط وراح ندهن به من الفوق. وبقالي شوية تاع الجبن المبشور اللي راح نديرو كيما هكذا في الوسط،
باش يعطيني هذيك القرمشة وهذاك اللون الجميل. نخلي الفطائر يرتاحوا مدة ربع ساعة وندخلهم للفرن يطيبوا مدة نصف ساعة. فوالا، بعد ما طابوا جا اللون تاعهم شباب وجاو ما شاء الله. ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم ورايحين تجربوها، والى اللقاء في وصفات اخرى بحول الله.